بغيت نسولك على سميتك. الغزال. ام الغزال. عاودي لينا شنو طراك في هذاك النهار اللي شعلات فيك العافيه ولا اللي شعل فيك العافيه هاد الكافر بالله. ودابا انا عاودت لي قلت لك خرج بهيمو السيمانه اللي خرج فيها بهيمو. جا ولادو مع 11 ليل كيطلقوا على بنتي قالت لي مسيروا بحالكم راه ما نحوش عليكم دابا. قلت لكم دخلوا هيكم بكري وجيبوا لهم الماكله بكري. شو قالوا لبوهم الغد لي جاب هوندا هز بهيمو قدام باعهم. السبت نسيبي ما كاينش السبت جي شعل فينا العافيه. نسيبك راجل بنتك هذه. راجل بنتي هذه اللي عندي. عندي غير هي. الله يخليها. شعل فينا العافيه. هذيك الليله انايا داك سميتو كنشرب داك الدواء ديال الاعصاب ما كنفيقش. بنتي نات بغات تدخل عيال صعبه الشتاء. بغات تدخل الخبز على الشتاء. مينات لقات العافيه شاعله كاينه انا وبنت اختي وواحد السيده جات مع بنت اختي من دوك. معاك في الدار. حنا خمسه هنايا عند بنتي جوال ياب. حنا خمسه دنفوس. هي بنتي هرست عليا الباب. جرتني بحال ما كان وليدي من رجلي. امي امي نودي نودي ملي درت تاكل قلت وليدي العافيه دايره بيا كامله. سلكت خرجتني تقولي حاجه ولدي خرجتها وتقولي فليساتي عاطيني ليا الناس كيعطيوني صحاباتي اللي كنخدم عندهم. رزقك وصافي. هما هازيني رزقي مشى لا باش نشري دواء لا والو. وانت ما درتي معاه حتى شي زعما مشكل انت بعيد وانا بعيده منه اشنو بغى الدين تبغى انتقم مني بحال انتقم مني انا والبوطو ديال الدوله راه شتي عواج بالعافيه تو تحرق تو تحرق ورا جاو جدرميه وصوروا داك الشيء وسولوني قلت له ولدي ها تحرق ليا حوايجي تاع حاجه ما خرجها خرجت بيجامه بوحدها وعتقاتك ها بنتك كل ما بنتي نموت نتفرقع انا كل ما بنتي راه العافيه دايره بيا ولدي العافية ولدي راني تشويت وليدي راني تشويت يلا دابا ها انت تشوفها دابا ام الغزال هاد المحيط اللي ساكنة فيها دابا بحال شي حانوت بحال شي حاجة ياك ولا شي حانوت كان عند بنتي شحال بالقصدير بالقصدير كيفاش كديري انت كتعيشي هنا في ايوا كنعيش بالزمني بالزمني يا ولدي بالزمني ما كاينش الدويرة مشات ضاعت ضاعت انا ملي انا بقيت حيه بعدا عتقتني بني قلت كل ما عتقتني بنتي مشيت اولدي مشيت دابا هاد الميترونس هذا هو اللي كتعيشي فيه وانا داك في المترو شهر دابا باقي ما داروا معنا حتى حاجه باقي لنا وهو هذا اللي دار هاد يقول لي مشدود ولا باقي ما لا ما مشدودش ريت عنقر هنا ما بعرفش شحال باقي ليا في العمر هو مولي انا شحال من عام وعمر شي كان ما كانت لا طوروت ما كايناش كان عنخلا دابا مهمتي هاد السيد هذا واش نتوما ميقنين بلي راه هو لا هو هو حيت سولنا البنت ديالك قال لك اودي راه كاين شي فيديو كيبين الشخص ولكن مضرك ما باينش في وجهه ما باينش هو انا القلد ديالو يعني في مواصفات راه ديالو حنا ما كناش نعرفوه جابوا لينا واحد كان كارينا وتخاصمت مع بنتي قالت لي ما تجي هذا الغلم ديالي من قالها شاري انا وياه دخلوا هو وصلت هو مشى بحال هذا هذاك اللي جابوا معاه مشى بحاله سلت وبقى هو بقى هو نقول لك شي 4 شهور وخلاص كان كيخلصها في الكرادي راه وانا ما عرفت ودي انا ما انا بحال ما كانت الصحه قالت ما عمرو تخاصم معاك ما عمرو تناقش معاك شحال كرا تقريبا ديال الوقت شحال ونقول لك ما 4 شهور ولا شحال هي اللي عارفه هاد 4 شهور ما عمرو تناقش معاك ما عمرنا ما كان شاده بحال هكا ما كنمشي على حد ما كندير حتى حد ملي ما تيش نخدم راني باركه شاده تيقارك كلياني عيطوا ليا الله يخلف عليهم هما اللي هازيني من كل من الدواء محسنين كان عيد كان عواشر كنت نخدم عندهم اللي كانت انا الاولى فيها ودابا الغلب ما تبكيش ام الغزال ما تبكيش كاين الله سبحانه وتعالى ام الغزال كاين الله سبحانه وتعالى ام الغزال واش بغى عندنا لا حول ولا قوة الا بالله حنا قليت عندي لا حول ولا قوة الا بالله بنتي عتقتني وعتقت دار الوسانه ولاد الوسان دقات عليهم تما نقدتهم من الناس كان مكان كلشي غادي يمشي تو واش عارف فيهم العافيه في الشرجم ديالهم يلاه شديت في الكرياج يا ربي ها الدار اللي قدامنا
واش هذا مولف كي هو قبيح هذا السيد هذا من كلشي جاي يقولوا هو يعاودوا لي قبيح ما كاينش اللي يقول هذه زينه غير بالنسبه للمخزن بالنسبه للجدارميه عارفينه والله يعلم وعارفينه خصهم وما يديروا خدمتهم يا ولدي لا نعم عندك الحق واش شتي احنا هذيك العافيه راك البهيم تفرقعت ربما مازال ما لقاوش الدليل باش يتهم والله يعلم الله يعلم ما عندي وتقليدهم الله يعلم المخزن علينا كله والله يخلنا محمد السير عاش الملك عاش الملك امي غزال الميكروفون عندك شنو كتطلبي من الناس شنو كتطلبي من المحسنين شنو كتطلبي من المسؤولين شنو هي الرساله ديالك ويعاونوني باش ما الله وانت شتي حياتي وشتي كل شيء انا ضعت امي حيلي ما عندي وليد ما عندي مغير هذيك البنيه ولبت عندها الدار ديالها وعندها وليداتها اش هما يشوفوا من حالي حتى حالتي تشتي ولدي مغزال عيات بشكوى الله سبحانه وتعالى اعزائنا المشاهدين خوتنا المغاربة محسنين مسؤولين من غزال وصلات من العمر عيتية حفظها الله من حريق كان ممكن يذيب الحياة ديالها الله سبحانه وتعالى وتواجد بنتها في اللحظة المناسبة اللي اعتقاتها من الموت المحقق الله سبحانه وتعالى مازال مطول في العمر ديالها الله يكون في عوانها المحيل اللي كان كيلمها كان كيجمعها وكيسترها تاكل غير خبيز كما شتو غنوريكم البساطة برادتاي زليفة خبيز يعني شي امور اللي هي سهلة وبسيطة الحويجات اللي تكرموا بهم الناس عليها مع كامل الاسف حويجاتها هي اللي كانت قاتلات عليهم وشراتهم ولمات وحرمت نفسها من الطبيب حرمت نفسها من لبس الحوايج جداد باش تدير المحيل ديالها وباش تدير فريش ديالها تدفى من البرد وتعيش بكرامة وقع هذا الحادث اللي هو بفعل فاعل احنا ما كنتهموا حد وإنما كنقولوا للمسؤولين على الأمن أنهم يقوموا بالواجب ديالهم هذه راه إضرام النار في منزل الغير مع محاولة القتل مع سرق الإصرار والترصد لأن هذا السيدة مش على العافية وفي ذاك الوقت المتأخر كان عارف على أن واحد المرأة مسنة اللي هي هذه السيدة هذه اللي ما غتقدرش ربما حتى تتحرك لولا تواجد ديال الأم ديال الإبنة ديالتها اللي قدرت تجرها وتهربها ديك العافية ربما ذاك النهار كون كانوا هذوك الضياف اللي قالت لنا عليهم بيتين عندها كون راه المشكلة تكبر أكثر من هكا نتمناو على أن الصوت ديال أمي غزال يوصل للمحسنين القلوب الرحيمة والمسؤولين ذوي الاختصاص وياخذوا لها حقها حقها ومن حقها لأن امرأة كبيرة وحنا هما ولادها حنا هما السند ديالها من بعد ما الله سبحانه وتعالى وصلها لهذا العمر كنتمنى فعلا على ان جميع هاد الناس اللي كيتبعوا معنا يشوفوا هاد الحاله اللي كتعيش فيها دابا حاليا ام الغزال بنتها دارت اللي في جهتها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكن واش حنا في قلوبنا الرحمه شوفوا أمي الغزال وين عايشة تخيلوا معايا سرجم فتوح باب صغير يعني كتسكن في واحد البلاصة اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربما يمكن حتى دار الوضوء باش تدخل لها خصها تدخل عند نسيبها وتدق عليهم وتقول لهم حلوا لي بغيت ندخل دار الوضوء كما سمعتوا على اللسان ديالها هي كتستعمل الدواء ديال الاعصاب الكل فينا كيعرف شنو هو دواء الاعصاب
راه بطبيعه الحال كيرخيها كيجيب ليها الناس. واش هاد المراه هادي بعد ما كانت مستوره في الدار ديالها، المحيط ديالها حافظه بيت الماء فين كاينه، حافظه الكوزينه فين كاينه، عارفه فراشها فين كاين، اليوم صبحت في هاد المحل كتعاني الامرين. نعاود نرجع عند امي غزال ونحاول ندردش معاها ونقول ليها امي غزال. اوليدي بغيت نسولك واحد السؤال امي. اييه اوليدي ما كاين مشكل. مول الدار الله يرحمه اولا باقي في الحياه؟ مول الدار متزوج مره اخرى مفروقه مع اكثر من 50 عام. باقي في الحياه؟ باقي في الحياه 50 عام. هذه ما مفروقه مع مفروقه مع 50 عام. وانت كتكافحي بوحدك؟ كافح بكتيفاتي. تخدمي في الديو؟ تخدم بنتي صغيره ونركبها ونمشي نقط بطاطا ونجيبها نبيعها. لقات البابوش وجبتو بعتو نخدم في الديور ميت نعس نحطها حدايا. تكبرت بنتي وزوجتها درت يد مويحي ودرت مويحي لي ودرت كل شيء وانا صدقت والو. بين عشية وضحاها جا واحد قال هاد الدار هادي غادي نحرقها. ايوا خليه خليه دابا ربي دابا ربي قبطو دابا ربي ولدي ما عمر مول الدار دار عائله اخرى ودار اسره اخرى. ما عليك بيه شحال من عام 50 عام هادي ما بقاش عندك تواصل. كيسول في هاد بنته؟ بنته ضروري بنته تسول فيه وتسول فيها. توا خصو يسول بنته وتسول فيه. من حقه؟ من حقه ومن حقه. خليها الله يعاونها رباها. واش غندير على باها؟ الحمد لله جزاك الله بخير. ما نديرش على باها. ما عرفتش شحال باقي لك بالعمر. 64 عام عندي في عمري. 64 يعني انا كل ما دابا الدوام تموم عليا. كل ما الدوام ما نوضش راه كنشرب ديال السكر ديال العصاب ديال البروده ندير لها شاشه بركابي بركابي. كنحط داك الدواء بحال كون اللي يعطيوني دوك الناس كنحط الدواء ديال الشهر دوك الشيء تقدا كامل. من الغزال دابا كون ما كانوش هاد المحسنين وبنتك مسكينه الحاله ضعيفه يعني شنو كاش غيكون المصير ديالك؟ ما عندك لا لانتريت لا عندي والو وليدي. عندي الله كنت نضرب على جيف هاد الناس هما اللي هازين بيا. ما نصافش داكشي اللي قسم الله كيعيطوا عيد عواشر اللي كان يعيطوا ليا يعطيوني داكشي اللي قسم الله. الله يخلف عليهم الله يقوي خيرهم. الله يخلف عليهم الله يقوي خيرهم. وانيت انا راس السرق والنية ما كاينش نيشان نيشان. شوفوا البساطة.